هدفنا من هذه الحملات التفتيشية هي تأمين بيئة سكن مناسبة وآمنة لجميع الأخوان الوافدين المتواجدين في دولة الكويت من خلال السكن العمالي الموجود، خاصة تحديدا فيما يخص السكن الخاص في المشاريع الحكومية والعاملين عليها. اليوم إن شاء الله راح نبحث في القطع المتوفرة لدينا في منطقة الجليب، وهذا العمل تقريبا بدأ من أسبوعين وإحنا الحين في الأسبوع الأخير، وإن شاء الله راح نخلص آخر يوم راح يكون خلال هذا الأسبوع، بعدها يطلع تقرير شامل عن جميع المواقع اللي تم زيارتها والأعداد والمخالفات اللي تم رصدها، واللي نأمل إن هي ما تكون يعني كثيرة، ويتم معالجة الأمر في أن احنا نطبق جميع معايير الصحة والسلامة المهنية على جميع المساكن الموجودة.